دق جرس الموت هنا وخيم السواد على سكان المنطقة. المنطقة التي فجع أهلها بستة طلاب انتقلوا إلى السماء نتيجة دهسهم من قبل مركبة في منطقة الهارثة شمالي البصرة. الله يشعرنا بعد هالتجربة، احنا حزنانين لأن طفلة بريئة مرعم به. الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى أخذ أمانتها، بس بتقصير من الدولة مو من يعني إذا نبع عليها تقصير من الدولة مو من عندنا. ولا قلت لك منطقة مدرسة عليها 3 شبتات دوام عبر شارعين 500,000 منطقة مدرسة بالاتجاه اللي موجود بيها ماكو، يعني عبروا جاي عبروا سايبين وأطفال، وهاي مو أول مرة يعني خسرنا هواي أطفال وهاي راح، لا جسر عبور ولا مدرسة بالاتجاه هذا. يعتبر هذا الحادث الأليم صدمة كبيرة لسكان المدينة حيث تأثروا بمأساة فادحة ضربتهم بقسوة، وإن الأسر الستة للأطفال الذين فارقوا الحياة يعانون الآن من صدمة لا يمكن وصفها، فقد فقدوا أعز ما يملكون في الحياة أطفالهم البريئون الذين كانوا يحملون آمال وأحلام عائلاتهم. اليوم نحضر مجلس عزاء لهذا المصاب الجلل لأطفالنا اللي حدث البارحة بسبب سرعة أحد السائقين، واليوم زيارة السيد محافظ البصرة وسيد مدير وسيد وزير التربية تدلل على أن الاهتمام بهذا الموضوع. جئنا هذا اليوم إلى محافظة البصرة بالتوجيه من قبل دولة رئيس الوزراء وكوادر وزارة التربية لنقل التعازي والمواساة، وطلعنا إلى واقع المدرسة. اتفقنا ويا السيد المحافظ إن شاء الله سوف تكون هناك مدرسة طارئة في الجهة المقابلة لهذه المدرسة، وسوف تكون هناك إن شاء الله الشروع بعمل مجسرات أيضا طارئة، وحاليا نزلنا مفارز من المرور ومن النجدة يعني لسلامة أبنائنا التلاميذ لحين نهاية العام الدراسي، وإن شاء الله سوف تكون هناك مدرسة جديدة وتكون هناك إن شاء الله مجسرات حفاظا على سلامة طلبتنا الأعزاء. هذه الفاجعة الجديدة تظهر بشكل مأساوي الحاجة الملحة إلى التركيز على سلامة الأطفال وضمان توفير بيئة آمنة لهم، سواء أثناء تنقلهم إلى ومن المدرسة أو في أي سياق آخر. وإن فقدان أرواح هؤلاء الأطفال البريئين يجب أن يكون دافعا للتحرك الفوري والجاد نحو تحقيق التغييرات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلا. من البصرة مصطفى الشمري، التغيير الفضائية.